قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. أيمن؟ حنان؟ 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 تنشكر اللي ساعدوني باش نفرح هاد الدراري كما فرحوني اليوم. حسيت براسي صغيرة بزاف، بحال رجعت لعمر 7 سنين. ياك شحال عندك دابا الكبيرة؟ عندي انا 31، ولكن ما تنحش اليوم بحال عندي الله 7 سنين، فهمت؟ وكما فرحتهم مساكن جاو عندي، فرحتي ما كانش بحالها وتا هما فرحتهم ما كانش بحالهم. وكنت تنتمنى كل نهار ندير لهاد الدراري بحال هكا. شنو جبتي لهم اليوم؟ جبت لهم كوزينات، لعب، جبت لهم كوزينات، جبت لهم مونيكات، جبت لهم هذاك الشيء ديال باتمان سوبرمان اللي تيعجبو الدراري صغار، الطونوبيلات ديال تيليجو وحدين بلا تيليجو. وجبت لهم سميتو طونوبيلات فيهم 12 وحده، حيت انا تنسولهم عاد جبت لهم. سولتهم عاد جبت لهم اللي تعجبهم، جبت لهم لعبة المفاجآت تتعجبهم بزاف. وشنو نقول لك، فرحتي ما كانش بحال اليوم. شنو درتي لهم في الماكلة؟ الماكلة جبت لهم بيموات، حيت الدراري الصغار تيبغيو هذا الشيء، بيموات والحليب والنفاخات. وين جاتك الفكرة الكبيرة باش انك ديري للدراري بحال هكا؟ ما الفكرة من عند الله، ياك وساعدني خويا رضوان. بغيتي تقاسم معاهم داكشي اللي الفرحة ديالي، بغيت نقاسمها معاهم، فرحتي تكمل. كيما وعدني القيد خاصو يوفى بالوعد ديالو، حيت قال لي انا بغيت نعاونك وبغيت نوقف معاك، ولكن قال لي هادشي وما وقفش معايا. جاب لي اليوم السيدة ديال الافراغ، هي اللي جاب لي اليوم. ما قيد ده؟ ها؟ ما قيد جاب قيد ديال رياض السلام، محسوب على المسيرة. شنو قال لك؟ قال لي الافراغ من هنا نهار الاربعاء، ولكن صدمه لي قويه، حيت علاش مد لي اليد مساعده، بغى يمدها لي نهار الاول وفي الاخر تقلب عليا، وبغيت انا نشوف من حالي. واش حنايا ربعه الاسرات وعايشين عيشه، ماشي نكذب عليك واحد العيشه راه ما نديرها بزاف. وعدني بالله يعطيني برطمه، يعاونني ببرطمه، وفي الاخر صدمني. جي عندي القبيله سميتو هذا العلام وهشام، قلت لي شوف اش دار معايا، قال لي لا راه باقي غادي يعطيك، وما شفت والو، ما شفت والو. وتنقول المسؤولين يوقفوا معايا، ياك واخا واحد فيها، واش برطمه غادي نسكنوا فيها حنا ربعه العائلات؟ ها ما غادي يسكنوا فيها خوتي ولادهم، ولا غادي نسكن فيها انا وخمسه خوتي اللي باقين بلا جواج امي وبا؟ يشوف من حالي راه واخا يعطيني النص وما يخليناش حنا بحال كايم مشردين. فين غنمشيو؟ خويا عندو هاكا الروسه تيتلقط فيها هادشي ديال التبقشيش، ما مديرش تراسو، ما مسلك تراسو، راك عارف المعيشه. وتنطلب من سيدنا يوقف معايا، وما نكذبش عليك،
مصدومه واحد صدمه خايبه، ولكن الدراري الصغار فرحوني ملي شفتهم مجموعين عندي، فرحوني شي شويه صراحه. الدراري الصغار واش ولاد هنايا ولا ساكنين؟ لا ولاد دربنا، كلهم ولاد دربنا وكلهم تيبغيوني صراحه، حيت خدمتي مع هاد الدراري الصغار، تنبيع لهم القليه وتنبيع لهم هادشي ديال الفيليلات والتقاشر مع الدراري الصغار. انا تنعس في هاد البيت، هو اللي ترتاح فيه صراحة، هاد البلاصة اللي تنعس فيها، تنعس فيها أنا وأختي، ونكذبت عليك حوايج فين تنحطوهم، هاد السطل ديال القطرة ياك؟ شنو واحد هذاك؟ هذا اللي الفوق راه معلق، هذاك ديال القطرة، هادي اللي تنتقدى بها من كراج الليل. كيفاش تلقى الكراج الليل باش تقداي؟ تنتقدى بها هادي مرة تنهز على يدي. فاش كتجي فاش كتكوني جايه من تما؟ ما تنجي على رجلي، من محطه على رجلي، ما حطني الكافل محطه تنجي على رجلي. شنو نقول لك؟ عارفين حاطين مانتيا ولا هادو هما اللي تنتغطاو فيهم ياك؟ شوف المعيشه من هنا القطره تتقطر علينا ياك؟ شنو المعيشه؟ حنت هادي متصادرين شي نهار جامعين حوايجنا بحال هكا الافراغ. هاي السكنة ديال خويا، هاو فاش خدام في هادي؟ وريتكم دارنا، ولكن هادي دار خويا، شوف المعيشة اللي تعيش، عايش في عشة. حداكم شنو؟ حدانا. كي داير الحالة ديالو؟ الحالة ديالو ما نكذبش عليك، ضعيفة بزاف، أنا وخويا تنجيبو تنعطيو، ما خدامش. ياك ومعيشة ديالو حسبي الله ونعم الوكيل، وانا تنطلب من الناس يساعدوني واخا برطمة ياك، ونقد خويا حيت علاش حنايا ربعه في نص نمره بزاف علينا. السلام عليكم، انا فلاحي يونس، خو فلاحي الكبير. هانتوما كتشوفوا العيشه ديالي كندير، هاد القايد باغي ناخذ معدو الاستفاده، راه ما عطيناش الاستفاده، وحنا مجوج في 2013، ها ولدي الصغير عمره في عمره 4 سنين ونص، وغتشوفوا كتشوفوا الحاله فين عايش انا دابا، وعندي اسره كبيره، انا عندي جوج خوت اخرين مجوجين، اختي مطلقه، وعندي جده هي بعيده ما ساكناش حدايا، وبغاو يدخلوا معنا، عاطينا نمره ما عندناش باش غنبنيوها، غنعطيو الشريك غياخذ نص نمره، وحنا غناخذوا نص نمره يعني بارتمان، وكيفاش غنعيشوا حنا في هذا البارتمان كاملين؟ حنايا عندنا الوالد تاعي باقي عندو ثلاثة الخوت دراري ما مجوجينش، وجوج خواتات تا هما باقيين بلا جواج، وانتوما كتشوفوا هاد العيشة فين غيديونا حنايا، وكنا خلونا غير ان كانوا غيديونا بحال هكا، اللهم يخلونا في هاد العشة، هانتوما العشة فين كنسكن، هانتا كي داير الحالة عندك بعد انت؟ كي داير مع هاد الخدمة؟ شنو كدير؟ خويا الحالة تاعي ضعيفة، انا عندي كروسة وعاود راه كنخدم بهم، كنصور ديك 1200 كنوكل بها 600 ريال العاود، وكتبقى لي 600 ريال ما حيتش نوكل بها ولادي، وكنشوف هاد العيشة كيفاش غنعيش انا بعدا، عندي 600 ريال باش غنعيش ولادي هنايا، 600 النهار ما قادانيش انا في البلية ديالي، ويجيو هاد الناس هما يديو لي الاستفادة تاعي، ويعني غنخرج انا نتشرط في الزنقة، ولا خرج الزنقة عاوتاني غيجيو ما عرفتش غيديروا لي، يعني غيشوفوني شي حالة ما عرفتش كي نديرها، ونهار غيجي انا راطقة فيا النفس، غنقدر نحرق راسي. نقدر ندار معاهم، هما يقدروا يدوني للحبس، يقدروا يدوني للسبيطار، اقدر اي حاجه توقعها مني، يعني هما السبب في هادشي اللي طرات لي شي حاجه من هنا لهذاك الوقت. وشوف هاد العيشه فين عايش انا بعدا، راه عش راه باش هزني انا وولدي ومرتي، دبان هاجم علينا سرق الزيت، بنادم الروينه، وانا راه عايشه في عشه، وشوف كيفاش غيديروا معايا الناس، باغي يشردونا، قال لك عندكم من الافراغ من هنا النهار الاربعاء واليوم الاثنين، يعني شنو غنديروا؟ والو ما عندنا ما نديروا مع الناس هادو، بغاو يخرجونا الزنقه، ما عرفتش كيفاش غنعيش، انا لحد الان باقي دايخ كيفاش غنعيش. لا انا نديه ليكم، انا بقى تنديه. كبيره راه لي لعب. واخا بالله. عطيني بحال هاد الكاب وسلعه الدري. اخذك مالكم. انت شنو؟ واجلس غيجيبك. هلا. وعشرة ترازل.
كبيره حطيم انا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين ميديا لايف على اليوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس اذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.